طيب قول لي بقى خالد، انت تابعت مداخله فاروق صلاح، طلعت منها بايه؟ دايما 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 جمهور النادي الاهلي متفائل، يعني دايما حاطط كده ان النادي الاهلي دايما هو رقم واحد، دايما لا يبحث الا عن رقم واحد، دايما الناس بتكلمك عن ان النادي الاهلي لو ما اخدش البطوله هتحصل حاجه كبيره، لان الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي خلاص، حتى المنافس حتى المنافس واعلامه دائما ما يصدر ان النادي الاهلي لو خسر هيحصل حاجه كبيره، وانما هو لو خسر ده يعني عادي، بيحصل كتير. فده يقول لك حجم النادي الاهلي، يعني حجم النادي الاهلي بالنسبه للجماهير وبالنسبه في عيون كل الناس، الناس مش شايفاك غير رقم واحد، حتى في احلك الظروف دايما يقول لك النادي الاهلي دايما بيولد من رحم المعاناه، فمحدش بيديك اي فرصه غير انك تكون الاول، وهي دي الصوره اللي بتظهر. وده كويس، هي دي القيمه كمان طبعا.